بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الفيديو ده خاص بالناس اللي هي حست إنها قصرت أو أهملت أو إن السنة ضاعت منها. يعني خلي ثقتك في ربنا كبيرة، واستعن بالله، وحدد في الأول نقاط قصورك اللي نقاط ضعفك ونقاط قوتك، الحاجات اللي أنت قصرت فيها. حاول تحط لنفسك خطة معينة، منهج تلتزم بيه، واضغط شوية الفترة اللي جاية. ممكن طبعا لازم تنام فترة يعني كافية عشان تريح جسمك، بس حاول تزود ساعات المذاكرة. ممكن بلاش الدروس اللي هي لو انت الامور مش عارف تلمها من كتر الدروس، يعني اللي بتاخده ما بتلموش ما بتذاكروش، لا، يبقى المذاكرة اولى من الدرس، ودي كل واحد بيقيسها على نفسه. يعني ما ينفعش انا احدد وطالب كل واحد أدرى بنفسه. فأنت تعرف قدراتك، تعرف نقاط قصورك ونقاط ضعفك، وتبدأ تستعين بالله وتطلب يعني كرم ربنا سبحانه وتعالى كبير، تطلب إن هو يعينك وإن هو يوفقك. لو الدعاء، لو طلبت الدعاء من ربنا إن هو بإخلاص وبثقة إن ربنا هيوفقك، ربنا يعني يبارك في وقتك ويخليك في النص ساعة تجمع الكم اللي أنت ممكن تجمعه في ساعة. حط دي في دماغك، قول ان شاء الله انا هكمل لان ربنا هيعيني، ربنا معايا، انا هدعوه وهو مش هيسيبني. ويكون عندك يقين بكده ان ربنا مش هيسيبك. لو ان شاء الله بقى عندك يقين بكده، ان شاء الله ربنا دايما يكون معاك. هتحط نقاط ضعف، تعرف نقاط ضعفك، نقاط قوتك، نقاط القوة عندك، وتخلي نقاط القوة حافز لك، ونقاط الضعف دي هتبقى يعني دافع ليك ان انت تحاول تقضي عليها وتخلصها. طيب، بالنسبه للعامل الزمني والوقت، ما احنا هنقوله هنكثف عدد ساعات المذاكره او نزود شويه، وهنلغي شويه من الدروس الخصوصيه، خاصه في الحد اللي انت متمكن منها وبتفضل تلغي وبس فيها. خلاص، فلو كانت الدروس، طبعا ملحوظات المدرسين احيانا بتبقى مهمه كتير جدا، بس لو كان ده هيضيعك أو هيضيع إن أنت مش هتقدر تلم المادة بشكل كويس، لا، فالمذاكرة هنا أولى، مجهودك ومذاكرتك أولى، هيلم لك الوقت. ده من وجهة نظري، هيلم لك الوضع أفضل من كونك تروح دروس وفي الآخر ما تقدرش تلم الآه تلم الأمور. ممكن تستعين ببعض المدرسين اللي هم على اليوتيوب، خاصة لو أنت بتسافر بتروح الدروس بتركب مواصلات، علشان حد كويس مع المذاكرة لو أنت مستواك كويس. ممكن تروح الحصص ذات الأهمية، مثلا لو المدرس بيسمح بالغياب، الحصص اللي هي ذات الأهمية اللي أنت محتاجها كتير. لكن حاول توفر نفسك وقت بقدر كافي يعوضك عن اللي فات، بحيث تقدر تلم الأمور. واستعن بالله عز وجل، وابدأ وخلي يقينك بالله إن ربنا كبير. وما تنساش حاجة، مهما أوتيت من ذكاء، مهما أوتيت، طبعا الجهد مطلوب والذكاء ده فضل ونعمة من ربنا واحنا بنتفاوت فيه، لكن مهما أوتيت من ذكاء فهو نعمة من ربنا، فاطلب دايما من ربنا التوفيق والسداد في الآخر، لأن أنت مهما عملت حتى الذكاء ده نعمة من ربنا عليك، فأنت ما عملتش حاجة من عندك. لازم كده تستسلم وتخضع لله عز وجل، وتقول له إن حتى فكري ورأيي وعقلي منك، من عندك يا رب، نعمة من عندك. فعلشان توفق، لأن في توفيق في الآخر، ممكن تبقى شاطر جدا وتبص لنفسك ارتبكت في القطعة ما عرفتش تحل، ارتبكت في مسألة فيزياء ما عرفتش تحل، وهكذا. بالنسبة لموضوع الوقت، نحاول نوفر وقت ولو من الدروس إذا كنت مش تقدر تلم الأمور. دي وجهة نظري، وأنت أدرى برضو بحالك، وممكن تسأل حد مقرب ليك من المدرسين بتاعتك المخلصين اللي هيدوك نصيحة بصرف النظر عن الأمور المادية. يا رب يوفقك، والسلام عليكم ورحمة الله.